الكاردس اللي هو بيحصل امتى؟ لما بيحصل تكسير خلايا الدم الحمراء. ده دي كمان الاسباب اللي بتعمل الهيموليتيك انيميا. هنا بقى ازاي بيمشي الميكانيزم بتاع الجونتس في الهيموليتيك جونتس، ودي اللي هتخليك تبدا تفرق انواع الجونتس مع الحيوان كلينيكالي والرسمي عن طريق الكلينيك وعن طريق المعنى. اول حاجه معروف طبعا طالما في هيموليتيك جونتس يبقى في اكسسيف ديستراكشن اوف ريد بلاد سيلز، دي رقم واحد. رقم اثنين بعد ما قلنا ريد بلاد سيلز اتكسرت يبقى على طول هيديني بليفردن وهيديني ايرون وهيديني جلوبين. البليفردن هي هتزيد تمام؟ يبقى كميه البليفردن اللي هي اتاتش للالبومين هتزيد. واضح؟ يبقى الدايركت جلوبين هيحصل له ايه؟ هيزيد لان الطبيعي اتحدوا مع بعض. الدايركت جلوبين هنا موجود في البلد وكميته عاليه وهيزود التوتال جلوبين وهيعمل جونتس. لكن النيورن دورمن، النيورن الكلام بتاعه دورمن. ليه؟ لان هو مش هيعدي في الهوميريال فلتر، وده اول حاجه تفرق لك انواع الجونتس من بعضها. في جونتس في جونتس. طب النيورن كلر برضه ايه؟ دورمن. ليه دورمن؟ يبقى معنى كده تخليني على طول اشك في ايه؟ اشك في البري هيماتيك جونتس، دي رقم واحد. يبقى اول حاجه الدايركت دروب العالي، توتال دروب العالي، في جونتس لكن ما فيش دروب في اليورين. يبقى دي معناها ايه؟ معناها هيموتيك جونتس. طبعا هنروح الليفر، هيبدا هنا الدايت جروب هيتحول لجلوكورونيك اسيد، لكن هنا كميه البدروب اللي رايحه من الليفر الدايت جروب كتير. يبقى معدل التحويل هيزيد ولا هيقل؟ معدل التحويل هيزيد. يبقى الدايركت جروب اللي بيفرز من الليفر باي كلاين جراي لازم هيزيد، صح؟ لان الليفر بياخد كتير، هيعمل سيلز دايركت جروب كتير، هيفرز في الانتستين دايركت دروب كتير برضه، ماشي؟ يبقى في الحاله دي هينزل دايركت دروب اللي رايح للانتستين مش البلاد، اللي رايح للانتستين هيزيد في كميات كبيره، تمام؟ فبالتالي هنا هيعمل ايه؟ هيروح للانتستين، هيتحول عن طريق البكتيريا للستيركوبايلوجين. طب الستيركوبايلوجين هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. ده هيغير لون الكلر بتاع الستون بتاع الفيزيس الى الدارك اورنج كلر. دارك بدل ما كان براونش هيبقى دارك اورنج كلر نتيجه لزياده الستيركوبايلوجي. ليه؟ الستيركوبايلين هيزيد. دارك اورنج كلر. طب ايه اللي هيحصل هنا؟ احنا قلنا في جزء الستيركوبايلوجي بيروح للبورتال فين وبيروح للكيدلي وبيفرز في صوره ايه؟ بيفرز في صوره اللي هو اليوم بايلوجي، تمام؟ بيفرز في صوره ايه؟ اليوم بايلوجي في الكيدلي. طبعا طبعا الستيركوبايلوجي زاد يبقى الكميه اللي رايحه للكيدلي هتزيد، يبقى اليوروبايلوجين هيزيد. يبقى هنا اليوروبايلوجين قال في اليورين اعمل اليورين اناليسيس الاقيه كتير. الاقيه كتير، كتير ليه؟ لان الليفر حول كميه كبيره في الدايت هيدروبين جسم في الانتستين، اداه نسبه كبيره من الستيركوبايلوجين، نسبه كبيره من الستيركوبايلوجين راحت اليورين في صوره يوروبايلوجين، فبالتالي زاد عندي اليوروبايلوجين في اليورين. يبقى ده الفرق يعتبر الثالث اللي هيميز لك هنا ايه؟ اللي هيميز لك الهيباتيك بري هيباتيك جونتس النيورو بايولوجي في النيورو هتبقى كميته كبيره، تبقى كميته كبيره. الفيزيس تامبو اورنج كلر، النيورو دورمان ان كلر، تمام؟ يبقى دي كلها علامات الايه؟ علامات ان هي البري هيباتيك جونتس. هتلاحظ هنا ان اللي هيحصل كالاتي، التوتال دروبن هيبقى عالي. التوتال دروبن هيبقى عالي. الدايركت دروبن هو الميجر كومبوننت، ميجر كومبوننت اوف ذا توتال جلوبين، اوف ذا توتال جلوبين، لان الدايركت جلوبين برضه بيزيد نسبه، بيزيد بنسبه صغيره مش نسبه كبيره. يعني مثلا لو التوتال جلوبين الاقي منه زايد، الاقي منه 90% الدايركت وال 10% الزياده الثانيه عباره عن دايركت جلوبين، عباره عن دايركت. طب الدايركت بيزيد ليه؟ لان معدل التحويل في الليفر عالي، ففي جزء من الدايركت جلوبين ممكن يرجع للسيركيوليشن، تمام؟ لكن البير كومبوننت اوف ذا توتال بلوروم في حاله البريهيماتيك جونتس هو مين؟ هو الدايركت بلوروم، هو الدايركت بلوروم. يبقى دي اول حاجه تميز لي مين؟ تميز لي البريهيماتيك جونتس، البريهيماتيك جونتس. ليه ايه؟ مش بيعدي حاجه؟ مش بيعدي الجزء، 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 ب
وبعدين ايه؟ انا بتكلم عن حاجتين. اول حاجه هو موجود كتير كده في الطلبه، تمام؟ ده زرار بيقول لي. طب هنسال سؤال، لو الهيبوليسيس وقفت، لو الهيبوليسيس قال لي انا عالجتها وقفتها، خلاص الجليفر هياخد كل الدايركت بروبن، هيحوله دايركت. بعد شويه هلاقي اعراض الجلطه تختفي، كل المشاكل دي بعد شويه هتختفي، تمام؟ يعني طول ما الهيبوليسيس مستمره ان الدايركت بروبن بيزيد في بلاد، تمام؟ انا قلت لك حاجتين، قلت لك الدايركت بروبن اللي زاد تحت زاد في البايل بين البايل اللي رايح للكستي، يعني الدايركت بروبن ده موجود في السيركيوليشن، الدايركت موجود في السيركيوليشن، وده هو السبب الرئيسي في زياده ايه؟ زياده التون. اللي بيحصل له السكريشن بعدين عن طريق الكدني هو النيوروبيولوجي. بعد ما راح للتست تحول البكتيريا من الدايركت بروبن للسيركوبيولوجي جزء منه، بيرجع للسيركيوليشن وبيفرز عن طريق ايه؟ النيوروبيولوجي، اللي هو الكيميكال بنستيك اتغيرت بتاعته. البكتيريا اشتغلت عليه وتحول للسيركوبيولوجي، تمام؟ فالسيركوبيولوجي لما راح اليورين اسمه اتغير، اصبح يوروبيولوجي. اصبح يوروبيولوجي. هو ده ليه اللون عليه؟ لا هو خلص. واضح يا جماعه؟ ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الميكانيزم بتاع البري هيباتيك جونتس. البري هيباتيك جونتس. يبقى احنا هنا البري هيباتيك جونتس الكلام اللي احنا الكونكلوجن نطلع بيه دايركت بروبن از دومينانت بروبن از بلاد. دي رقم واحد. يوروبيولوجي الجرينز دي اليورين اللي هو الطبيعي الاورجن. The color of feces is dark orange due to excess stercobilin. As a rule, dark bromid is not secreted in urine because it is bound to albumin. تمام؟ اللي هو unconjugated bromid don't secrete it in urine. نتيجة اللي هو ايه؟ attached to the albumin. دي اللي بتتعرفوا بالبري هيباتيك شوك.